الحمد لله سي يوسف، تأهيل تاريخي يعني عبر سنوات كنت تنمر في الإذاعة ديالكم، وكل مرة كنت كنشرح البرنامج كل سنة، ولاحظتي مشينا خطوة بخطوة حتى يسر الله وخدينا كؤوس على الصعيد القاري ثم على الصعيد العربي، وكنت ديما تنتحدث على هذا الهدف وعلى هذه المشاركة في كأس العالم. واليوم يعني تفاعلات الأرض الواقع بفضل المجهودات ديال الجميع، الجامعة الملكية وعلى رأس السيد فوزي القشاع، مجهودات ديال اللاعبين، مجهودات ديالنا حنا يعني في الإدارة التقنية والطاقم التقني والطبي. الحمد لله هذا حدث تاريخي تيشرف الرياضة المغربية أننا نكون مع الثمانية الأوائل في العالم في لعبة كرة الصالات التي تحظى بشعبية كبيرة في البلاد ولا حتى على الصعيد العالمي. اليوم حنا مقبلين على مباراة ضد البرازيل، منتخب أكثر تتويجا بكأس العالم، مرشح فوق العادة. اللي خصكم تعرفوا أن كاع المنتخبات دابا اللي تأهلوا للربع كلهم جنسين لاعبين من البرازيل، يعني تتلقى الاسبان، روسيا، البرتغال، كازاخستان، كلهم عندهم لعابه البرازيل. هنا ما كيدل على قوه البلاد وهذيك الرياضه عندهم في الدم والفائض ديال اللاعبين، فبالاحرى احنا سنواجه المنتخب ديالهم، لكن احنا ما عندنا ما نخسرو، سنقاوم سنقاتل، سنبين اننا وصلنا لهذه المرتبه عن جداره واستحقاق، غنديروا كل ما وسعنا باش نديرو مقابلة كبيرة اللي تكون مقابلة ربما ديال العمر ديالنا ضد البرازيل، ونتمنى من الله أنه ديك الساعة اللي بغاها ربي وأي نتيجات جات مرحبا، المهم نحن لن نستسلم وسنقاوم باش نكونوا في أحسن حلة. وتنشكر الجمهور المغربي على التشجيعات ديالو والمتابعة ديالو، والحمد لله هذا الشيء اللي طرا لهذه الرياضة دابا بالنسبة لي راه غير البداية اللي غادي ينتظرنا عمل كبير باش نوصلوا للمستوى ديال هذه المنتخبات المتقدمة في العالم. شكرا.